النهارده ان شاء الله هناخد جزء جديد اللي هو الدبل انتجرال. الدبل انتجرال ده عباره عن ايه؟ زي ما قلت المره اللي فاتت، لو انا عايزه كام داله في اكتر متغير اللي هي الفانكشن انتجرال فاريبلز، عندي داله في اكتر متغير معناها يا اما متغيرين 3 4 على حسب المتغيرات. فلو عندي داله في متغيرين وانا عايزه كامل الداله دول بالنسبه للمتغيرين دول فبيسميه دبل انتجرال. الدبل انتجرال ده بيبقى عندي علامتين تكامل، بكامل على المنطقه اسمها دي، يبقى دي الريجن المنطقه اللي هكامل عليها لدالة في الاكس والواي بالنسبه للدي اريا. كل مشكلتي دلوقتي او كل اللي انا عايزاه، عايز اعرف الدي اريا دي هكتبها دي واي دي اكس ولا دي اكس دي واي. دي اريا دي المنطقه اللي لما باجي اعملها لما قلت يا اما اكتبها دي واي دي اكس يا اما اكتبها دي اكس دي واي. ده كل اللي يهمني ان انا باخد شريحه، الشريحه دي عباره عن مستطيل، فالمستطيل ده مساحته بتبقى طول في العرض، فالطول والعرض دول كومه صغيره جدا لدرجه انها تقول لي دي اكس او دي واي. فانا يهمني ان انا اعرف الدي اريا دي هتبقى دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس. ده كل اللي يهمني دلوقتي. يبقى اهم حاجه عندي في المساله حاجتين. اول حاجه هو بيديني الداله انا هكملها داله في الاكس والواي، وبيديني دي هي المنطقه، فالمنطقه دي لازم اطلع منها حدود التكامل. يبقى انا مش هعرف اكمل على المنطقه، فبيديني المنطقه اللي انا هكمل عليها ومش هعرف اكمل على المنطقه، فلازم اخد المنطقه دي واحولها لحدود قيم الاكس والواي عشان اعرف اكمل. ده اول حاجه. يبقى اول حاجه عندي لازم المنطقه اللي اسمها دي احولها لايه؟ لحدود تكامل. دي اول خطوه هو بيديها لي، بيعرف المنطقه اللي اسمها دي في المساله. باخد المنطقه دي ارسمها واجيب نقطه منطقه التقاطع ما بينهم، والمنطقه دي اجيب حدودها تديني حدود الاكس وحدود الواي، وده هنتعلمه بالتفصيل دلوقتي. يبقى اول حاجه بعملها لما يجي لي المساله دي اول خطوه برسم المنطقه اللي اسمها دي، هو بيديني التكامل داله في الاكس والواي، وبيديها لي دي اريا، بيديني المساله بشكل ده بالظبط اف اوف اكس واي. ده تبقى معلومه بيقول لي بكامل على المنطقه اللي اسمها دي بالنسبه للدي اريا. فانت هتعمل حاجتين في المساله. اول حاجه عندي اخد المنطقه اللي اسمها دي ارسمها، بتبقى كيبات اللي خليها قبل كده ايا كان بقى، هندخل معانا سيركل، ندخل بارابولا، ندخل ايا كان بقى اي شكل من الاشكال اللي خدتها قبل كده، اي نوع من الدوال المعروفه البسيطه، ممكن تبقى اكسبرينشال، ممكن تبقى لين، اي داله من الدوال البسيطه دي ساين، ممكن تخش معاك زاين، كل الدوال اللي خدناها قبل كده بس اشهر الدوال يعني. فاول حاجه بعملها برسم المنطقه اللي اسمها دي، اجيب منطقه التقاطع، المنطقه دي بجيب منها حدود التكامل، حدود الاكس وحدود الواي. تاني حاجه عندي بعملها لازم اكون عارفه الدي اريا دي، بناء على المنطقه دي برضو بقدر احدد منها انا هكتب الدي اريا دي دي واي دي اكس ولا دي اكس دي واي. تعال نشوف لو كتبتها دي واي دي اكس ايه الفرق ما بينها وما بين انها تبقى دي اكس دي واي. يبقى انا هكتبها حاجه من الاثنين وانت اللي هتحدد بناء على ايه؟ على شكل المنطقه اللي عندي بعد ما ارسمها. يبقى المنطقه بجيب منها الحدود، المنطقه بحدد منها الشريحه، بشوف ولا شريحه افقيه ولا شريحه راسيه، وبناء عليه بكتب الحدود. يبقى اهم حاجه في المساله هي الاول ارسم المنطقه اللي اسمها دي، هو بيعرف لي شويه كيرفات، اخد الكيرفات ارسمها اطلع المنطقه كل حاجه اجيبها من المنطقه دي. يبقى نص حل المساله بيبقى على رسم المنطقه، او بيحلها كل المفروض ان كل حاجه هتطلعها من المنطقه. يبقى اول حاجه عندي بقول هاجي بقى على التكامل بتاعها، اقوم كاتبها داله في اكس وواي، هكتبها لو كتبتها دي واي دي اكس، عايز اعرف امتى لو كتبتها دي اكس دي واي. بيقول لي لو كتبتها هكتبها دي واي دي اكس امتى؟ لو اداني الواي دوال في الاكس، لو اداني الواي دوال في الاكس. طب الاكس وراها حاجه، يبقى لازم الداله المتغير ده هتبقى لازم يكون دوال في اللي وراه، يبقى هيديني الواي دوال في الاكس، الحدود اللي هيديها لي يعني. الاكس وراها حاجه؟ لا، يبقى الاكس دي ثوابت. يبقى اول حاجه لازم اكون عارفه ان هكتب حدود ايه. يبقى اول حاجه هو لو كتبتها دي واي دي اكس لازم يكون عارفين الواي دوال في الاكس او انا اقدر اجيبها مثلا. يبقى اول حاجه عندي الواي وراها ايه؟ الواي وراها اكس، يبقى انا عايزه الواي دوال في الاكس. طب الاكس وراها حاجه؟ لا، يبقى لازم الاكس تكون ثوابت. الحدود اللي جوه للي جوه واللي بره للي بره، يعني ايه؟ يبقى لما اجي احط الحدود بحط حدود الواي، باجي احط حدود الواي للتكامل اللي جوه وحدود الاكس للي بره. يبقى طريقه كتابه الحدود اللي جوه للي جوه التكامل ده على بعضه كده، انا عندي تكاملين هحلهم، تكامل هحل التكامل اللي جوه بحدود واخلصه، تكامل عادي خاص بالنسبه للي هو فين هنا، بالنسبه للواي احط حدود الواي واكمل الداله بالنسبه للواي تبقى الاكس ثابت. بعد كده احط حدود الاكس واكمل التكامل اللي هيتبقى لي الثاني. يبقى انا بدل ما احل تكامل واحد اني بحل المساله دي ايه؟ تكاملين، بحل التكامل اللي جوه تكامل محدود واعوض بحدود التكامل، وبعد ما اخلص هكامل بالنسبه للتكامل الثاني، بالنسبه للمتغير الثاني واعوض بحدود التكامل، يبقى هكامل التكامل ده على ايه؟ على مرتين، وهنشوف ده بالتفصيل في المساله. يبقى اول حاجه بحط حدود التكامل اللي جوه للي جوه، معناه ايه؟ انا عندي دي واي الاول، يبقى هتاخد حدود التكامل اللي جوه ده، الدي اكس بره تبقى تاخد حدود الاكس بره. احط الحدود ازاي؟ بصوا هنا بقى اول حاجه اجي ابص لها هلاقيه بيديني واي واحد وهيديني فدان الواي،
واي واحد كدالة في الاكس، وليكن جي واحد في اكس، واي اتنين هنا دي واي اتنين بتساوي جي اتنين في اكس، يبقى ده واي في الاكس. يبقى هيديني الواي واحد واي اتنين ده واي في الاكس. هنا اجيب ده اجيب الحدود، بعمل ايه؟ بعمل شريحة، الشريحة دي شريحة رأسية. لو انا هكتب دي واي دي اكس، لو اداني الواي ده واي في الاكس، بعمل شريحة رأسية بتوازي الواي عمودية على الاكس. يبقى ايه؟ بتوازي الواي عمودية على الاكس، دي شريحة ايه؟ رأسية. يبقى هبدأ بالدي واي، لو هي شريحة افقية ببدأ بالدي اكس. يبقى على حسب الشريحة بتاعتي. لو خدت الشريحة رأسية يبقى انا هعمل ايه؟ هتبقى دي واي دي اكس ولا دي اكس دي واي؟ الشريحة لو بدأت بالدي واي، لو اخدت الشريحة رأسية، فمعناها ان انا هبدأ ايه؟ الشريحة رأسية لازم ابدأ بالواي الاول. الشريحة الافقية هبدأ بالاكس الاول. انا بتكلم دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس؟ طب باخد الشريحة بناء على ايه؟ هو اداني الواي ده واللي في الاكس ولا الاكس ده واللي في الواي؟ لو اداني الواي ده واللي في الاكس يبقى هكتب دي واي دي اكس. لو اداني الاكس دي واي الاكس ده واللي في الواي هكتبها دي اكس دي واي. تمام؟ تعال نشوف. طب انا عايز اكتب حدود التكامل. قال لي بداية الشريحة من تحت هي بداية حد التكامل، نهاية الشريحة هي نهاية حد التكامل. بداية الشريحة تحت ايه؟ بس ايه؟ كواي دالة في الاكس. لازم اسأل نفسي انا بعمل ايه؟ الواي لازم تبقى دالة في الاكس. انا عايزة بداية الشريحة من تحت، يبقى بداية الشريحة بداية التكامل، نهاية الشريحة نهاية التكامل. طب لو غيرت، لو غيرت وبدلت الحدود بيديك اشارة سالب، وده بيبقى مش مظبوط لان بيطلع لك الاجابة السالب. يبقى لو عندي مشكلة في التكامل اعرف ان انت بدلت حدود التكامل، لان احنا عارفين من خصائص التكامل المحدود ان اقدر ابدل حدود التكامل بس احط ايه؟ اشارة سالب. فانت هتبقى عملت كده. فعشان ما نغلطش، بداية الشريحة هي بداية حد التكامل، نهاية الشريحة نهاية حد التكامل. اجي هنا بداية الشريحة ايه؟ بداية الشريحة دي انا عايزة واي كدالة في الاكس، الكيرف اللي انا واقفة عليه ده عايزة اجيب منه معادلة واي دالة في الاكس. هنا ايه؟ واي واحد بتساوي جي واحد في اكس، بداية الشريحة. طب نهاية الشريحة اهي، عايزة برضه واي كدالة في الاكس، يبقى واي 2 جي 2 في اكس. يبقى بدايتي هنا من واي واحد بتساوي جي واحد في اكس، ونهايتي واي 2 بتساوي جي 2 في اكس. تمام كده؟ كده انا حطيت حدود الواي، حدود الاكس هتبقى ايه؟ الاكس وراها حاجة؟ مش وراها حاجة، فالاكس ثوابت. اجيبها ثوابت ازاي؟ اقل قيمة للاكس في المنطقة بداية الاكس يعني، واكبر قيمة للاكس في المنطقة بتاعتي اللي انا بكامل عليها. كثابت. كثابت بدايتي فين؟ بداية الاكس هنا بكام؟ الاكس واحد بايه؟ نهاية الاكس اتنين بتساوي ايه؟ دي اخر قيمة، يبقى من ايه لبي. يبقى من اكس واحد بتساوي ايه لحد الاكس اتنين بتساوي ايه؟ يبقى بجيب القيم دي ازاي؟ اقل قيمه للاكس في المنطقه او بدايه الاكس، اول قيمه للاكس في المنطقه بكام؟ هي اقل قيمه للاكس واكبر قيمه للاكس في المنطقه بتاعتي اللي انا بكمل عليها. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ نشوف الثانيه بقى. لو انتوا فاهمين معايا انتوا اللي هتقولوا الثانيه. الثانيه دي انا عندي ايه؟ الاكس وراها ايه؟ الواي. يبقى الاكس لازم تكون دوال في الواي، تمام؟ طب الواي وراها حاجه؟ يبقى الواي ايه؟ ثوابت. تمام كده؟ طيب اجيبهم منين من الشريحة؟ الشريحة هنا تبقى افقية ولا رأسية؟ أنا بادئة منين؟ أنا بادئة من دي اكس، يبقى الشريحة بتاعتي افقية. بتوازي الأول عمودية على التاني. من الآخر لو بدأت بالدي واي الشريحة رأسية لأنه رأسي، لو بدأت بالدي اكس الشريحة افقية. فأنا هعمل هنا شريحة افقية. الشريحة متى إيه؟ أول حاجة بتحدد لي الحدود. تاني حاجة بعرف المنطقة اكتب دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس بناء على واي ده ولا في الاكس ولا اكس ده ولا في الواي. فمهم جدا تحديد الشريحة، دي أول خطوة. منها بجيب كل حاجة، برسم المنطقة أو عوامل الشريحة ومش الشريحة، بجيب كل حاجة. انتوا اللي هتقولوا لي بقى أنا هكتب حدود مين لمين وحدود ايه؟ اكس للي جوه، اللي جوه للي جوه، اللي بره للي بره. اللي جوه مين؟ الاكس. لعلمة التكامل اللي جوه، بس لازم أجيب الاكس ايه؟ أنا عايزة من الاكس واحد للاكس اتنين. الاكس واحد لازم تكون تولي في مين؟ يبقى تاني برجع مين؟ الاكس اللي وراها واي، يبقى لازم تبقى الاكس اللي وراها في الواي. بجيبهم منين؟ بدايه الشريحه بدايه حد التكامل، نهايه الشريحه نهايه حد التكامل. فين بدايه الشريحه؟ هنا اهو. انا عايزه بدايه الشريحه دي معادله الكيرف ده، بس كمين مين ده اللي مين؟ الاكس ده اللي ليه بقى؟ لان ممكن في المساله يقوم عاملين العكس، يديني الواي ده واللي في الاكس، فهيبقى ايه؟ كل اللي انا هعمله اجيب العكس، اجيبها ايه؟ اكس ده اللي في الواي. فيبقى انت تيجي بالكيرف بناء على الشريحه اللي انت بتحطها بتحدد لنفسك. انا عايزه الاكس داله في الواي ولا الواي داله في الاكس؟ الكيرف قدامك مثلا الاكس بتساوي واي تربيع. لو انا عايزه الاكس داله في الواي فهي جاهزه. طب لو انا عايزه الواي داله في الاكس، لو الاكس بتساوي واي تربيع يبقى الواي هتساوي ايه؟ كسر اكس. يبقى هي نفس معادله الكيرف، بقدر اجيب منها الاكس داله في الواي واقدر اجيب الواي داله في الاكس. مين اللي بيقول لي بقى اجيب الاكس داله في الواي ولا الواي داله في الاكس؟ بناء على الشريحه، شريحه افقيه ولا شريحه رأسيه؟ تمام؟ طيب نيجي هنا بقى، فين بدايه الشريحه؟ انا عايزه اكس داله في الواي.
واي، يبقى من اكس واحد تساوي اتش واحد وفاي، هو بيبعتلي الكيرف ده هنا اتش واحد وفاي لحد اكس اتنين بتساوي ايه؟ بداية الشريحة، البداية من عند الشمال اقل قيمة، القيمة الاقل ابدأ بيها. بداية الشريحة هنا هي بداية حد التكامل، نهاية الشريحة نهاية حد التكامل، لحد الاكس اتنين بتساوي ايه؟ اتش اتنين وفاي. تمام؟ طيب حدود الواي لازم تكون ايه؟ الواي ثوابت، الثوابت هجيبهم ازاي؟ اقل قيمة للواي في المنطقة كام؟ واكبر قيمة للواي في المنطقة كام؟ قيمة ثابتة. ثابتة، هنا كام؟ واي واحد بتساوي س حد الواي اتنين بتساوي دي، يبقى من الواي واحد بتساوي س حد الواي اتنين بتساوي. في حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ يبقى كل اللي أنا بقوله ده بيعتمد على ايه؟ رسم المنطقة، ومن المنطقة هجيب الحدود وأحدد مش هكتب دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس. يبقى أول خطوة دايما في المسألة رسم المنطقة. شوف مسألة على الكلام ده، في حد مش فاهم الأول؟ ناخد مسألة على شكل أكتر. نرسم بره كده بالراحه عشان نفهم، نرسم كيرف كيرف بالراحه وارجع ارسم. لو انا عندي لو انا عايز ارسم واي بتساوي اكس تربيع دي اللي خدتها قبل كده، واي بتساوي اكس تربيع رسمتها ازاي؟ الواي بتساوي اكس تربيع يعني كده، دي رسمه الواي بتساوي اكس تربيع. انا عايز ارسم واي بتساوي 2 اكس تربيع، 2 اكس تربيع. بصوا معايا، هي نفس الكيرف ده، بس الكيرف بتاعي لما بضربه في ثابت يا اما بيوسع يا اما بيزيد، بس هو نفس الشكل بالظبط عند نفس نقطه البدايه. طب لو انا مش متاكده اعمل ايه؟ دايما اي كيرف من الدنيا حضرتك مش عارف ترسمه تعمل ايه؟ تاخد ثلاث او اربع نقط في الاكس، تاخد نقطتين ثلاثه في السالب ونقطتين ثلاثه في الموجب قيم الاكس، وتجيب عندهم قيم الواي وتقوم حاططهم ايه؟ وموصل ما بينهم، يبقى كده هتعرف شكل الكيرف مبدئيا هيطلع شكل ايه. يبقى دايما لو اتلخبطت في رسمه اي كيرف مش عارفه، ودايما الكيرفات اللي هجيبها هتبقى ايه؟ كيرفات انت عارفها. ففرضا ان انا ما عرفتش اعمل ايه؟ خد 3 4 نقط في السالب، خدهم بالاكس بالسالب، وهات الواي عندهم وزيهم 3 او 4 في الموجب، وحط النقط دي كلها بالاكس والواي، حطهم نقط وبعد كده وصل ما بينهم، هتبقى عرفت شكل الكيرف. في حد عنده مشكله في رسمه الكيرفات دلوقتي؟ يبقى اي كيرف لو انا فرضا ان انا مش عارفه اتوقعه، حط 3 4 نقط، 3 نقط او 4 هنا و3 في السالب، 3 في الموجب، وهو وصل ما بينهم، هيديك شكل مبدئي. طيب ده رسمة الواي
قشره صغيرين، يعني هو نفس الكيرف بس على قد قشره صغيره، يعني هيبقى كده يعني. طب لو وسع ده بس عشان اعرف ارسم تاني. لو ده الواي بتساوي اكس تربيع، التاني هيبقى نفس الكيرف انا هعمله بس هيبقى بالشكل ده. طب انا عايز اعرف مين، لو انا عندي الاثنين، لو انت عندي الاثنين، لو حطيت اثنين هنا بده الاثنين، حطيت الاكس باثنين تطلع الواي بكام؟ باربعة. حط الكيرف، الكيرف ده بقى يبقى دي اثنين واربعة هنا كده، الكيرف ده اثنين مثلا، دي مثلا اثنين واربعة فرضا يعني نقطة هنا. طيب انتوا قولوا لي بقى لما اجي ارسم 2 اكس تربيع احط الاكس ب 2 تطلع الواي بكام؟ بكام؟ 8. 8 فهتلاقي ده طلع فوق كده، فهتلاقي ده هنا فوق، يعني نفس القيمه دي بس هتلاقيها فوق كده، وبالتالي عند نفس النقطه قيمه الكيرف فوق، فيبقى الكيرف ماشي كده اديت. يبقى انا بعرف الكيرف بتاعي دي ولا بيوسع ازاي بنقطتين، نقطه ونقطه. خد نقطه نص قيمه الاكس ونص قيمه، هتشوف قيمه الواي هتطلع بكام، نفس قيمة الاكس برضه في التاني، شوف الواي هيطلع بكام، شوف الكيرف هيضيق ولا هيوسع. خد كام نقطة بس، يبقى أنت كده توقعت الكيرف بتاعي بيضيق ولا بيوسع. يبقى لما أضرب في ثابت الكيرف بتاعي يا إما كيرف هو نفس شكل الكيرف بس يا إما هيضيق يا إما هيوسع. فتعمل قرارها إزاي؟ خد نقطة، خد نقطتين مثلا نقطة هنا ونقطة هنا. فيبقى رسمة الكيرف بتاعي هو نفس رسمة الكيرف ده بس أضيق شوية، مش هتفرق معايا، أنا مش عايزة أمسكين حقيقة، أنا عايزة شكل إيه؟ مبدئي بس. يعني أنا هرسم الكيرف بتاعي كده. وليكن كده ده الواي بيساوي اكس تربيع. طب لما عايز ارسم واي بيساوي 1 زائد اكس تربيع، نرجع تاني الواي بيساوي اكس تربيع، نرجع كده الواي بتساوي اكس تربيع، الواي بتساوي اكس تربيع برسمها بالشكل ده، ده الواي بيساوي اكس تربيع. طب انا عايز ارسم 1 زائد اكس تربيع، لو عايز ارسم واي بيساوي 1 زائد اكس تربيع يبقى انا عملت ايه؟ هضيف على الكلمة بتاعي 1، هحط 1 هنا وارسم الكلمة هنا. يبقى لما كده ده بيعمل شيفت للكيرف، يبقى باخد الكيرف كله اهمله على المحاور، يا اما هنقله لفوق يا اما هنقله لتحت. يبقى زيادة ثابت أو ناقص ثابت بيعمل شيفت للكيرف، يرفعه لفوق أو ينزله لتحت. إمتى يطلع لفوق وإمتى ينزل لتحت؟ لو الثابت بتاعي بالموجب هيطلع لفوق بالكمية الموجبة دي، لو مش ثابت هينزل لتحت. بس نفس الكيرف بنفس الوسط. يبقى لازم شيفت للكيرف، يا اما يطلع فوق يا اما ينزل تحت. يبقى انا هاجي اهو من عندي الاكس بواحد اهو، واقوم رسمه الكيرف التاني. ده اللي هو الكيرف اللي معادلته ايه؟ واي بيساوي 1 زائد اكس تربيع. المنطقه اللي ما بينهم هي دي، المنطقه المحصوره ما بينهم هي المنطقه الريجن بتاعتي اللي انا هكمل عليها دي، المنطقه اللي اسمها دي. دي. يبقى مين المنطقه اللي انا بكمل عليها؟ هي منطقه التقاطع ما بين الكيرفين، المنطقه المحصوره ما بين الكيرفين. لو مفيش تقاطع مفيش منطقه، مفيش تكامل. يبقى لازم يكون في تقاطع ما بين الكيرفات، يكون منطقه محصوره ما بينهم عشان اعرف اكامل. تمام؟ ده اول حاجه. باقي لي بقى اعرف هحط، انا كده رسمت المنطقه، عايزه اعرف هعمل شريحه افقيه ولا شريحه راسيه، وانهي فيهم الصح. تعالوا نقول بقى ايه الشريحه، هاخد الشريحه هنا ايه؟ وبناء عليه احدد الدي اريا دي هكتبها دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس. يبقى انا عايز اعرف هكتب دي واي دي اكس ولا هكتبها دي اكس دي واي. قولوا لي هو اداني الواي ده ولا في مين؟ مبدئيا هو اداني الاثنين واي ده ولا في الاكس، فمبدئيا انا هحاول ايه اخد الشريحه الاول شريحه راسيه. هما اداني الواي ده ولا في الاكس، فانا هاخد الشريحه الراسيه واي ده ولا في الاكس. يبقى لو اداني الواي ده ولا في الاكس هاخد شريحه راسيه، لو اداني الاكس ده ولا في الواي هاخد شريحه ايه؟ اوكي. تمام؟ كمان هجرب شريحة راسية، وبعدين كمان لها شرط هقوله دلوقتي. لو الشرط اتحقق يبقى الشريحة دي صح، لو الشرط ما اتحققش هقرر اخد الشريحة التانية. عارف اقول ايه شرط الشريحة؟ يبقى انا هبدأ دلوقتي بشريحة ايه؟ راسية. ايه شرط الشريحة؟